هي حتة لو العرض دقيقة جه واحدة يا كابتن بعد إذنك، معلش دقيقة واحدة يا كابتن، الراجل يا كابتن الراجل عرق. لا 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 عادي جدا، لا 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 انا بعرف غير حاجة، احنا مش جايين نشيل عن بعض، مش مشكلة احنا مش جايين نشيل عن بعض. لا لا بعرف غير حاجة. كابتن علاء عبد العال مال كابتن علاء بعيد كيس مش اللي انت بتقولها، خلاص كابتن علاء بقى له 5 سنين في بيلعب، معلش بس الراجل راجل موفق حلو تمام وعمل الشيف. لا احنا بنتكلم، بص انا بتكلم على على المديرين في لا لا عادي جدا، لا لا بس الناس خلاص هي بقى على السبت، في وقت لا ما جوارديولا كان موافق وخد كل البطولات وخلاص انتهى مرحله جديده، بس ده ما انتهاش، مرحله جديده خلاص، مرحله جديده يعني هو بقى له 5 سنين شغال مع كابتن، مع انت ما خلصتش موسم، كان ممكن مش مرحله، دي مش مرحله يعني احنا دايما عندنا في الدوري تمام هناك الجديد في كل حاجه يعني يعني عامه انا حتى ما كانت علاء معايا ضيف، قلت له دايما اقول ايه ده ما وفقش فمشي، او ده موفق فعمل ابجريد. حبيبي بس كابتن علاء حبيبي بس انا شايف حضرتك حاجه في النقطه، انا مع حضرتك تماما بس انا ما اقدرش الوم على كابتن علاء، انا لا لا بالعكس، لا 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 بالعكس، انا اتكلمت في الموضوع ده يا كابتن سيف، ان احنا على فكره وحق مشروع ليه بالظبط، لان نادي الداخليه برضو انا بلوم على نادي الداخليه في حاجه، ان هو برضو خلينا اتكلم مع حضرتك بوضوح اكتر، الفروق الماديه كبيره جدا جدا بين راتب الكابتن علاء في الداخليه وراتب الكابتن علاء في انبي، والكابتن علاء خليني اكلمك بحضرتك بواقعيه، كابتن علاء لو قال هستنى لاخر الموسم ممكن انبي يجيب مدرب ويمشي معاه كويس، الكابتن علاء يفضل موجود في الداخليه ودي عليه الاوبشن اللي هو ناحيه ماديه اه طبعا، بس هو ده اللي الكابتن سيف بيتكلم فيه، ده بقاله عشان كده بحضرتك انا بلوم على اداره الداخليه في كده، احنا لازم نوصل لحل وسط ان الراجل ده فعلا زي ما حضرتك بتتكلم فيها ايه، لما الكابتن علاء يقعد مع الداخليه 10 15 سنه ما فيها المدربين في اوروبا بيقعدوا نفس الفتره، بس هي كانت لازم تظبط موضوع مادية، فعشان كده بقول لك ما اقدرش الوم على كابتن علاء في النقطه دي، وده فعلا انا مع حضرتك تماما جدا في السؤال ده، في ناس تبقى موفقه في مكان وتروح مكان ما توفقش فيه. طب رايك ايه في الداخليه واتحاد الشرطه النهارده وفوز الداخليه وتكمله مسيره الفوز اللي الداخليه ماشيه بيها؟ هو فيها حاجتين يا كابتن سيف، الحاجه الاولانيه ان الكابتن محمد يسري ليه حق ان هو وطموح مشروع ان هو يشتغل مدير فني رجل اول في الداخليه، ده امر طبيعي لاي مدير فني او اي مدرب يا كابتن وليد، بقى المدير الفني مشي وهم كابتن، معنى كده ان ممكن يبقى محمد يسري في الداخليه ومحمد اوده في المقاولين الموسم الجاي؟ انا كابتن محمد يسري يعني هم الماتشين اللي شفتهم له، لكن الكابتن محمد عوده يا كابتن سيف ماسك دور كامل، عمل نتائج غير متوقعه، الناس كلها كانت بتقول المقاولين هينزل او هينافس مع الشرطه، الراجل لحد دلوقتي بيأدي اداء عالي جدا، من اكتر من 3-4 مباريات ورا بعض الراجل بياخد، انا من وجهه نظري ممكن الاداء يكون عندها ثقه انها الموسم الجاي، واكيد الموسم الجاي هيبقى ده ترتيبات ثانيه وكله هيبقى عنده طموحات وكله هيحضر، ممكن يدوا فرصه للجوه الجديده دي. انا مع حضرتك، ما هو الطموح مشروع، بس انا النهارده انا محمد عوده مسكت الفرقه في ازمات صعبه، مش همسكها لما انا مثلا النهارده اجي مع الاداره يا جماعه انا عندي نقص في النواحي الصفقات كذا وكذا وكذا، ياخد وياخد فرصته. يعني انت مقتنع ان ممكن الاداره دي تدي؟ هيدوا، مش مقتنع، انا واثق 100% في اداره المقاولين، انا الراجل اللي هو ياخد الريسك ده ويثق فيه في وقت صعب يا كابتن سيف، اتمنى ان شاء الله، اعتقد ان هو يعني لما خلي بالك برضه كابتن احمد